وللمزيد عن أخبار اللاذقية وريفها ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل شبكة سوريا الحرة في اللاذقية طارق شيخو. طارق، السلام عليكم. نعم، عليكم السلام. مراسل شبكة سوريا مباشرة من ريف اللاذقية. أخي الكريم، أبدأ من ريف سوريا اللاذقية مباشرة، ومن المنطقة الجنوبية في منطقة جبل الأكراد. ما زال النظام يهتف بالمدفعيات الثقيلة ومدفعيات الفوزليكا، مناطق في منطقة سلمة وطريق آرا المؤدي إلى منطقة سلمة. طبعا حتى اللحظة أكثر من 27 صاروخ حتى اللحظة على تلك المناطق الجنوبية من ريف اللاذقية، بالانتقال إلى المناطق الشرقية في منطقة كنسبة. ما زال النظام يقصف برمات الصواريخ من مرصد مباتة ومراصد متواجدة أيضا في المنطقة الجنوبية في ريف اللاذقية، يقصف مناطق كنسبة. طبعا حتى اللحظة أكثر من 10 قذائف وصواريخ على تلك المنطقة، أيضا بالتزامن مع قصف تمشيطي على المنطقة الشمالية في جبل التركمان في ناحية ربيعة. أكثر من 40 قذيفة أو 40 صاروخ منذ الليلة، منذ البارحة حتى الساعات هذه. القصف يكون تمشيطي من مراصد الثلاث ومرصد قصد المعاف، وبالإضافة إلى مرصد الـ45 الذي يقوم بقصف المناطق الشمالية من ريف اللاذقية. هذا كله أخي الكريم يكون متزامنا مع شيء يسمى بالتعزيزات على العسكرية على المناطق الغربية من ريف اللاذقية في منطقة بيت عوان، وكذلك الأمر في جبل الـ45 الذي يحاول النظام مرارا وتكرارا اقتحام ريف اللاذقية من هذا المحور، من محور جبل الـ45 في منطقة جبل التركمان في المنطقة الشمالية من سوريا، بالقرب من معبر كسب الحدودي الذي يسيطر النظام عليه حتى اللحظة. بالإضافة إلى أن الحكومة التركية تقوم بإغلاق هذا المعبر مع سوريا ومع اللاذقية بالتحديد. كذلك الأمر في قلعة رأس البسيط، يحاول النظام بقصف مواقع للجيش الحر في ريف اللاذقية، لا سيما في المنطقة الشمالية في منطقة الكبير من المدفعية المتواجدة في قلعة رأس البسيط. وكذلك الأمر يقوم الجيش الحر بقصف مواقع النظام في منطقة رأس البسيط وحاجز بيت الحايك في منطقة رأس البسيط، الحاجز المؤدي إلى رأس البسيط، وكذلك الأمر مؤدي إلى منطقة كسب. يحاول النظام القصف بصواريخ وصواريخ محليط الصنع، صواريخ جراد، وبالإضافة إلى صواريخ 120 عن طريق الكتائب المتواجدة في المنطقة الشمالية في منطقة جبل الـ45 وجبل النصر. أيضا تقوم عناصر من الجيش الحر التقدم مرارا وتكرارا ونصب الكمائن لهم في منطقة نبع المر. نعم، يعني سيد طارق، نتحدث بعيدا عن كل هذه التفاصيل بشكل عام، وحضرتك مراسل إعلامي في قلب اللاذقية، لماذا كل هذه الأخبار التي تحدثت بها الآن غائبة عن الإعلام بشكل عام، وأخبار اللاذقية تغيب ربما عن مجمل المحافظات فيما يتعلق بأخبار وتطورات الثورة السورية؟ نعم أخي، إن كنت سأقول لك بصراحة لماذا هذا الأمر، سأقول لك لأن بعض الأعضاء من الائتلاف الوطني يقومون بالمؤامرة أيضا مع النظام السوري على الساحل، وذلك لتكميل المسيرة التشبيحية ولبناء الدويلة العلوية الطائفية في منطقة حمص، بالإضافة إلى المنطقة الشمالية الساحلية. اعترف شخص لا أريد أن أذكر اسمه على الإعلام بأنه مأمور بتنييم جبهة الساحل. هذا ما يدفع بعض الوسائل الإعلامية بحجب الرؤية تماما عن الإجرام الذي يحدث في منطقة الساحل، لا سيما أن حمص الآن تدك بالمدافع الثقيلة والصواريخ الأرضية، بالإضافة إلى الطائرات التي تقوم بقصف أحياء حمص القديمة، بالإضافة إلى ريف حمص. أخي، إن كنت سأقول لك عن اللاذقية وأحياء اللاذقية، الآن هنالك سجن كبير من نوعه، أكثر من 100,000 مواطن في المنطقة الساحلية تحت سيطرة النظام بشكل كبير جدا. البارحة وصلني أخ من منطقة اللاذقية يقول لي أن النظام يقوم بتشبيه علني، ولو أنه يريد أن يصفي أحد على حواجز الجيش العروبي السوري لكان لا قتل ولا فعل ذلك ولم يرده أحد، ولا يستطيع أحد أن يقول له شيئا. المجازر في بانياس تثبت لنا أن النظام بدأ يعني وكشر عن أنيابه وبدأ يخاطب الشعب السوري بخطاب طائفي علني، وبدأ يخاطب على نعم، يعني العالم كل الشكر لك سيد طارق شيخ ومراسل شبكة سوريا مباشر، حدثتنا من اللاذقية، ونتمنى أن يعني كل هذه المؤامرات التي تحاك هنا وهناك أن
ستحطم بدون أدنى شك على صخرة الشعب السوري.